وبعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. ومثل أهل بيتك سفينة نوح من ركب هذا جاء ومن تخلف عنها غرقا. وأصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم ولو كنتم متخذا خليلا غير رب لاتخذت أبا بكر خليلا. إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر ورفيق بالجنة عثمان بن عفان ومن كنت مولاه فعلي مولاه. وإن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة والفاتمة سيدة سنين. طول فقول يا ولا خراب من قسم السلام عليكم تجرد.